الله أكبر الله أكبر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. صدق الله العلي العظيم. تصادف الأيام المقبلة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يبدأ من ليلة غد عزاء شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ليلة الضربة، الليلة التي هتف فيها جبرائيل بأن أركان الهدى تهدمت. بهذه المناسبة الحديث في هذا اليوم يدور حول محورين. المحور الأول حول عظمة هذا الإمام الذي اعتبره القرآن الكريم هو الحق المطلق، والمحور الثاني فيما جرى على الأمة حين كذبت بهذا الحق المطلق. الحديث في المحور الأول حديث لا يكاد يبلغه الإنسان مداه. عظمة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمر لا يمكن أن يبلغ الإنسان المحدود مدى هذه العظمة، ولكن إشارة. الفضائل التي تنقل في حق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الفضائل كلها بقدر عقولنا ليست بقدره صلوات الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. هذه الفضائل إذا واحد يتأمل فيها يجدها أنها ليست فضائل، ما ورد في حق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كل ما ورد إنما هو بقدر عقولنا. إذا كان القدر قدر عقول البشر فلا يعتبر فضيلة، إنما شيء يعتبره عقلنا شيء فضيلة.
أكبر الفضائل التي وردت في الروايات في حق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا تعتبر فضيلة لأمير المؤمنين، إنما شيء الإنسان يتعقله يعتبره شيئا عظيما، لكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أكبر. ما يذكره بعض الناس بكل عظمة في حق أمير المؤمنين أمثال مثلا شق القمر من فضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأمثال ذلك، هذه ليست إلا أمور لا تليق بمقام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ليست فضيلة بل هي تعتبر إذا واحد يتأمل فيها إهانة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. اتصوروا مرجع تقليد عظيم معتبر، واحد يريد يصفه يقول أن هذا مرجع التقليد يحفظ سورة قل هو الله أحد، هذه إهانة للمرجع التقليد. وإن كانت سورة قل هو الله أحد سورة عظيمة، بس شخص في مقام رفيع من العلم إذا يوصف بوصف من هذا القبيل هذا لا يعتبر فضيلة له. سورة الحمد إذا كان فد واحد في قمة الفقه والفهم يقول هذا الرجل مثلا يحفظ سورة الحمد، سورة التوحيد، هذا لا تعتبر فضيلة له بل هذه تعتبر إهانة له. في الحديث أكو في الروايات متواردة عن لسان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وأيضا في المثل المعروف أن الإنسان إذا يريد يهين شخص يمدحه بمدح ضعيف، هاي إهانة. مدح الشخص بمنزلة واطية كلش هذا إهانة. شو نسوي إذا كانت عقولنا ما تتحمل أكثر من هذا؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وآله يخشى في الروايات المتواترة أن يبين فضائل أمير المؤمنين، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله يضطر أن يكتم فضائل أمير المؤمنين. والشيء الذي ذكر ذكر بمقدار عقولنا، إذا فد واحد يتحدث مع شخص كلش بعيد كلش بعيد عن المعرفة عن الفهم عن الدين يريد يبين مقام مرجع التقليد يضطر يقول أن هذا مرجع التقليد يحفظ سورة الحمد، شو يسوي بعد؟ هذا الانسداد. أكبر فضيلة ذكرت لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لابد وأن تكون بمقدار عقولنا. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، عقولنا كيف تتمكن أن تستوعب مقام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ فأولا لازم نعرف أن الفضائل الواردة هذه فضائل بس لا تليق بمقام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حقيقة لا تليق. خب ماذا نفعل؟ الإنسان لازم يكون في تطور دائم، حقيقة العلم يتقدم ولكن العقائد لا تتقدم. العلم إذا تقدم يمنح الإنسان أفق أكبر، العقائد لا تتقدم مو معناتها أنها تتطور عن ذاتها، لا، تتطور عن مستوى فهم الإنسان. ليش ماكو تطور في العقائد؟ ليش؟ العقائد اللي احنا نحملها الآن نفس العقيدة اللي 1000 سنة قبل كانت. ليش نبدأ من حيث بدأ الآخرون؟ ليش لا نبدأ من حيث انتهى الآخرون؟ الشيخ المفيد شنو قايل؟ تلك الحقب
أحقاب ما كانت الروايات في متناول اليد بشكل صحيح، ما كان البشر يتمكن أن يفهم كثير من الأمور. الآن تطورت الحياة، ليش عقائدنا باقية على ذاك الوقت؟ ننشرح إذا ذكر أن مثلا شق القمر حدث لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ليش تطور ماكو؟ إذا واحد يتلاحظ القرآن الكريم، يلاحظ الروايات، الآن التقنية تسمح بأن الإنسان حتى غير العالم أن يستلهم من الروايات شيء، هذا يعطي للإنسان مقام عظيم في المعرفة وقيمة الإنسان بمعرفته. اللهم إني أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم. في هذا المجال أؤكد على كلمة واحدة، القرآن الكريم يعتبر أمير المؤمنين، القرآن الكريم يعتبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كمال الدين وتمام النعمة. هذا يعني شنو؟ اليوم أكملت اليوم، هذه الآية نزلت في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الآية نزلت وتحدد بالدقة اليوم، مو أنه هذا العصر. بعدما كان القرآن قد نزل، القرآن كله كان نازل، بعد واقعة الغدير، بعد نزول هذه الآية، لم يبق من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أيام. الدين بالمفهوم القرآني، بالمفهوم اللي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، كان بشكل كامل مبسوط ومشروح. نزل القرآن كله، دين رسول الله صلى الله عليه وآله كان بشكل كامل مطبق، هذه في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو أكملته؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أكمل الدين، أتم النعمة، يعني شنو؟ هذا القرآن. هذا يحتاج إلى تأمل، فيه أبعاد كثيرة. القرآن له 70 باطن، ولكل باطن حسب الروايات المتواترة، ولكل باطن 70 باطن. شنو باطن هذه الآية؟ شنو تم؟ ماذا كمل؟ إحدى النقاط التي يمكن الإشارة إليها أن الله تبارك وتعالى أعطى، منح لأمير المؤمنين صلوات الله عليه هذا الشرف، هذا الفخر، أن يكون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مطورا لدين الله. الله أعطى، اليوم أكملت، الله أكمل. كان هناك دين قويم، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جعل من هذا الدين، من قواعد هذا الدين، أكملت لكم دينكم، دين قواعد، من قواعد هذا الدين جعل درجة تفوق الدرجة التي الله تبارك وتعالى وضع الدين على تلك الدرجة. أكملت معناته هذا. والنعمة التي الله تبارك وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورة، كل شيء عند الله فيه حساب. الله تبارك وتعالى لما ينزل النعم يقدرها في قدر. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إجا رفع درجة هذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا شيء مشهود. إذا واحد بأبسط قابلية بلاغة يلاحظ القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله يقارنه بأحاديث أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يلاحظ هذا الفرق الهائل. لا شك أن الذي كان يتحدث به أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا شك هو نفس كلام الله تبارك وتعالى.
ولكن هذه مسألة أنه تعالوا في المواضيع المختلفة قارنوا ما ورد في القرآن الكريم في القضايا المختلفة وما ورد في نهج البلاغة في تلك القضية بالذات، قارنوا شوفوا الفرق الهائل. هذا شرف أعطاه الله تبارك وتعالى لأمير المؤمنين. إحنا ما ندعي شيء أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام العياذ بالله يملك شيئا بذاته، لا، كله بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا ما في مانع. في الروايات العديدة متعددة أكو، حتى عند بعض العامة أكو، أن الله تبارك وتعالى منح شيئا في الدين، يعني قرر شيئا في الدين ورسول الله صلى الله عليه وآله زاده. شنو الإشكال؟ إن الله أدب نبيه بأدبه ففوض إليه دينه في الحديث الشريف. شنو الإشكال؟ هذا التفويض غير ذاك التفويض الفلسفي. فتبحث أكو في شو اسمه، لا في الروايات هم أكو لا جبر ولا تفويض، ذاك موضوع يرتبط بالبعد التكويني. حديثنا الآن في البعد التشريعي في الدين. شنو الإشكال أن يكون تفويض لرسول الله صلى الله عليه وآله في المجال الديني؟ ما في إشكالات، ما في محذور. روايات متعددة إن الله تبارك وتعالى جعل مكة حرما ورسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث جعل المدينة حرما، الحرمين الشريفين. هذا شنو؟ شنو الإشكال؟ الله تبارك وتعالى رضي من رسول الله ذلك. في الحديث الشريف هذه أحاديث، أكو باب في الكافي مفصل، باب مفصل روايات معتبرة تصرح تتحدث عن موضوع تفويض الدين. بعض الروايات، هذه رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إن الله أدب نبيه على محبته فقال إنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه دينه، تفويض، فقال ما آتاكم الرسول فخذوه، هذا التفويض، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله فوض إلى علي وأتمنه. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو الذي استلم هذا التفويض. عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، إن الله لما أدب نبيه فوض إليه، وإن الله حرم مكة وإن رسول الله حرم المدينة، فأجاز الله له ذلك. إن النبي حرم المدينة، الله أجاز له ذلك. وإن الله حرم الخمر وإن رسول الله حرم المسكر، يعني أي مسكر؟ المسكر أعم من الخمر، أي شيء مسكر. الخمر يتخذ أجلكم الله من العنب. النبي صلى الله عليه وآله قال أي شيء يتخذ مسكرا من أي مادة المسكر حرام، فأجاز الله ذلك له. وإن الله فرض الفرائض من الصلب، الفريضة يعني الإرث، الفرائض يعني الإرث من الصلب، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله يطعم الجد فأجاز الله ذلك له. هذا الحديث ليس في محل الكلام، هذه إرادة رب العالمين، وهذا لا يمنع أن الله تبارك وتعالى يعطي، يمنح رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين شيء لم يقرره هو بذاته. ما في مانع أن يكون الدين محدود بحدود، يسمح لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن يغير هذه الحدود، لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو لا يفعل بذاته وبرأيه الشخصي، لا، إنما هؤلاء حسب الروايات أوعية مشيئة الله تبارك وتعالى. ليستثقل الإنسان أنه شلون أمير المؤمنين يجي يغير الدين، هذا صريح القرآن اليوم بوجود أمير المؤمنين أكملت لكم دينكم، يعني شنو؟ يعني شيء ناقص، حدث فيه كمال، كمال في أمرين، أولا في
دين، في قواعد الدين تطور حصل، تطور حصل. ثانيا في الجزاء، في الثواب، وأكملت عليك وأتممت عليكم نعمتي، النعمة ثواب دونكم الآيات والروايات. حقيقة هذا إلا شواهد كثيرة هذا الموضوع، هذه من فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى، شوفوا هذه خلاصة الحديث، أعطى حدودا للدين كما أن كل شيء له حد، وأعطى حدودا للثواب كما أن كل شيء له حد. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أتى وغير هذه الحدود، غيرها بكيف؟ طورها بإذن من الله تبارك وتعالى، طورها مليون مرة. هذا عليه شواهد كثيرة. راجعوا القرآن الكريم، أكو آيات تتحدث عن مواضيع، والذين شوفوا في موضوع الجهاد، أنا أجيب بعض الأمثلة حتى الموضوع شوية يتوضح. حقيقة مليون مرة، مليون مليون مرة، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام طور دين الله تبارك وتعالى بإذن الله تعالى. وشوفوا في موضوع الجهاد، يمكن أقوى آية في القرآن الكريم، أكو آيات عديدة تتحدث عن موضوع الجهاد، الآية اللي يمكن القرآن كله قوي، بس هسه إحنا نريد نستلهم من القرآن. الله هم قال تدبروا في القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك، شنو؟ ليتدبروا آياته. إحنا بمقدار عقولنا ما في مانع، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه فيها آية قوة رهيبة. يعني شنو سبلنا؟ سبل جمع، نا ضمير المتكلم، الجمع المضاف يفيد العموم، يعني بالتأكيد لنهدينهم، لام لام التأكيد، شوفوا هاي قوة الآية، لام لام التأكيد بعد في أول الآية لنهدينه، ونون التأكيد الثقيلة. هذا شنو؟ الله يقول بالتأكيد، بالتأكيد راح نهديهم كل السبل، سبلنا يعني كل السبل، لنهدينهم سبلنا، كل السبل نهديهم، السبل الإلهية حقيقة قوية الآية، كل السبل الإلهية رهيبة. بس تعال شوف عبارة أمير المؤمنين في نهج البلاغة تفوق هذا التعبير بكثير، إذا واحد صاحب أدب واضح. شوف لما يتحدث حول الجهاد صلوات الله عليه، هذا مو تكابر على القرآن، هذا تعظيم للقرآن، هذا تفسير للقرآن. لعد شنو؟ أكملت لكم دينكم، يقول صلوات الله عليه، حقيقة يصدم العبارة واحد يدقق فيها في موضوع الجهاد، وما أعمال الخير كلها، شنو أكو عمل خير؟ الله شقد نوع عمل خير عنده؟ مليار عمل خير أكو، صحيح؟ عمل خير. أمير المؤمنين يقيد يقول كل أعمال الخير، وما أعمال الخير كلها، والجهاد في سبيل الله إلا كنفثة في بحر لجي. حقيقة تعبير رهيب، يعني كل أعمال الخير، كل شيء الله خالقه بعنوان عمل خير، كل شيء الله مقرره بعنوان عمل خير، كل شيء إذا يجتمع كلها مع بعض وتقاس هذه أعمال الخير كلها، المليارات من أعمال الخير تقارن، تقترن بالجهاد، تكون مثل نفثة، نفخة فوت بالقياس إلى بحر لجي مواج. النفثة تحمل رطوبة، نفثة فيها رطوبة، هذه الرطوبة ما تصير يمكن إلا واحد بالمليون من قطرة ماء، نفثة بها رطوبة، هاي الرطوبة كم تحمل من الماء؟ واحد بالمليون من الماء. البحر في كم مليار 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 قطرة ماء، شوف تطوير. هذا ثواب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قرره
في موضوع خاص ما كان مقررا هكذا، منحه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. حقيقة لا يقاس. يعني شوف كل شيء خير، كل أمر خير يصرح وما أعمال الخير كلها، ما ليست إلا كنفثة، وما أعمال الخير كلها والجهاد في سبيل الله إلا كنفثة. شنو يعني؟ يعني شنو؟ يعني هذه مواضيع دينية، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام منحها اعتبار، صعدها، صعد الثواب. الثواب كان درجة مليون، سواه الدرجة لا حد له ولا حدود. هذا بركة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. العبد المؤمن، الإنسان المؤمن إذا صنع عملا، سوى شغلة، أي شغلة حقيرة أو كبيرة، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إجا بالاختيار الذي كان له من رسول الله، وذلك الاختيار الذي منحه الله تبارك وتعالى. شنو إجا؟ إجا أعطى قيمة للأشياء مليار مرة أكثر من القيمة المحددة له لذلك الشيء من قبل الله تبارك وتعالى بإذن الله تعالى. شنو الإشكال؟ وهذا الدين روحوا شوفوا حقيقة، أي وقت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أي موضوع، تشوف الأمور التي سبقت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا تقاس. هذا كلام أمير المؤمنين، قال هذه العبارة، خطبة معروفة لكميل: يا كميل، ما من علم إلا وأنا أفتحه. أنا أفتحه، فتح يعني شنو؟ من جملة مفاهيم الفتح يعني التبيين الحقيقي. الله تبارك وتعالى بيّن الدين، ولكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فتح هذا الأمر المبين، شرحه، وسعه. في عبارة أخرى في خطبة الوسيلة: لأنسبن الإسلام نسبة. شوفوا هذا الإسلام، هذا الدين، حقيقة تعبير دقيق: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها قبلي أحد، ولا ينسبها بعدي أحد إلا بمثل ذلك. قبلي يعني منو؟ لأنسبن الإسلام قبلي يعني منو؟ يعني إيش عيط ومعيط؟ أصلا واحد، أصلا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ممكن أن يعتبر هذول لهم مكانة نسبة الإسلام؟ لم ينسبها قبلي أحد، يعني الله ورسوله. قبلي يعني منو؟ يعني كل واحد مضيع دربه، كل واحد ضال، كل واحد لا يفهم الدين. أمير المؤمنين ما يقيس نفسه وهو رأس الهداية: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها قبلي أحد، يعني شنو؟ هذا بإذن الله تبارك وتعالى، ما في مانع. الله تبارك وتعالى شرع شريعة، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أجى بيّنها بيان اللي في القرآن، هذا البيان ما موجود. شنو الإشكال؟ هذا مو غلو. لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها قبلي أحد، ولا ينسبها بعدي أحد إلا بمثل ذلك، ألا وإن الإسلام هو التسليم. شوف خلاصة، كلمة واضحة، هذه ما واردة في الآيات والروايات. هذا أمير المؤمنين، صريح كلام أمير المؤمنين. هذا الشيء الذي يجده الإنسان في روايات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حقيقة فتشي غير قابل للقياس بالنصوص المقدسة الأخرى، غير قابل للقياس بإذن الله تعالى. والله لا يقارن أي نص بنص نهج البلاغة، أي نص بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا ما نريد نكلف الله فتشي ما أراده الله، بس شنو الإشكال؟ هذا كلام الله وذاك كلام الله. الله تبارك وتعالى اعتبر القرآن، الآن واحد يقارن الأحاديث القدسية هم كلام الله، الأحاديث القدسية شنو؟ كلام الله. قارنوا قوة القرآن بالأحاديث القدسية، لا يقاس. القرآن جدا أقوى من الأحاديث القدسية، مضمونا، بلاغة، فصاحة، مفهوما، عمقا،
شنو الاشكال؟ هذا كلام الله، ذاكم كلام الله، اكو في اشكال؟ فما في مانع انه يجي شيء يعتبر كلام الله تبارك وتعالى يكون اقوى، شنو الاشكال؟ هذا موجود، قارنه. في كل المواضيع عندما يتحدث امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام الشيء يصير شيء اخر حقيقه يصير شيء ثاني. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام اجى قصر الطريق على المؤمن. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام اجى عظم شغل المؤمن، عظمه مو درجه ومليون درجه، غير المعادلات. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم. شوف الايه، ما اريد استهين بالايه، ايه كلام الله تبارك وتعالى، هذا الثقل الاكبر قران، ولكن الله تبارك وتعالى اعطى هذا الشرف. شوفوا قارنوا، والانسان ذره يدقق يفهم. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. شوف الجزاء، فقير الله يجزي. الايات عاده شوفوا لاحظوها، امير المؤمنين يقول من تزوج فقد احرز نصف دينه. ها، نصف الدين، الدين شيء معقد صعب، هذا قرار من امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. فليتق الله في النصف الاخر، شنو هذا؟ هذا دين. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، القرآن الكريم، حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، العفة. ومن كان غنيا فليستعفف، العفة، العفة يعني الستر، الإنسان اللي يستر الله يغنيه. هاي آية قرآنية، روح دور حول العفة، الله تبارك وتعالى ما عنده إلا أربع آيات، الآيات هم هاي آيتين، آيات ثانية اثنين آيات أيضا ما لها ربط أصلا بالجزاء. العفة، شوف نهج البلاغة، والله تعبير غريب، وما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف. المجاهد اللي طول عمره يقضي في سبيل الله، هذا إذا كان عنده قدرة وستر، ما أجى استعمل قدرته سطوته. أمير المؤمنين يقول المجاهد الشهيد اللي دمه يراق في سبيل الله مو يبقى حي، هذا مو أعظم أجرا ممن قدر فعف. بعدين يقول ولكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. شوف التعبير، هاي العفة كان لها مقام، الله تبارك وتعالى أعطاه حدود، أعطاها حدود. أمير المؤمنين أجي غير هذه المعادلة، الله تبارك وتعالى أعطاه، شنو الإشكال؟ شوفوا رؤساء الجمهورية الآن في هذا العصر، هذا فتشي بعد إحنا جاي نشوفه، سابقا ما كنا نشوفه. خب إحنا لما نشوف هاي الأشياء لازم شوية عقولنا تتطور. رئيس الجمهورية عندما تنتهي صلاحيته مدته، عدل؟ أكو قانون في الدول، كثير من الدول المتمدنة عندهم شي قانون، أنه لما يريد بالنتيجة ينتهي من أعماله يمنحوه اختيار أن يقدر يكلف الدولة ميزانية ثقيلة أو خفيفة مهما كانت، شنو يؤسس مشروع يحمل الدولة، أي رئيس جمهوري هذا؟ شوفوا روحوا سألوا رئيس الجمهورية، تكريما لخدماته احتراما لمقامه، لما يريد ينتهي من العمل ينطو صلاحية، هذا قانون يعطي هذه الصلاحية، يروح يؤسس أي مؤسس في أي مجال، ديني غير ديني إنساني، مهما يكلف ميزانية الدولة، يثقل ميزانية الدولة، يحمل ميزانية الدولة، هذا قانون، خلي هذا تكريما له. يجي يقنن قانون أن يعطى مثلا في كل سنة للفقراء كذا، هذا الدولة فورا تقره هذا القانون. رؤساء الجمهورية تشوفون واحد بعد الآخر يجي، كل واحد يقرر فتشي يحمل ميزانية رهيبة بالدولة، مؤسسات مكلفة مكلفة، قانون. شنو الإشكال؟ الله تبارك وتعالى يمنح أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يجي
يصعد درجة الثواب على الله تبارك وتعالى. شنو نشكر؟ الله تبارك وتعالى مقرر لفلان شيء، فلان درجة من الثواب. شنو الإشكال أمير المؤمنين يسوي هذه الدرجة؟ الله كريم، الله خو ميزانيته ما تنتهي، والله ما يثقل، الله ما يثقل، مو مثل ميزانية الدولة. إذا صار الواحد مليار الله يثقل؟ يا من لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرم. الله خو مو هالشكل، مو بشر. وإذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كريم، كرم شعبة من كرم رب العالمين. إحنا ما نريد نقول أنه زيادة على كرم الله، لا، الله يريد يعطي اعتبار. إجا ما فتح الثواب، خلاه محدود، بعدين يريد يعطي اعتبار لأمير المؤمنين، قال أنت افتح، أنت افتح كل ما تريد. ما من علم إلا وأنا أفتحه، هذا كلام أمير المؤمنين، يعني شنو؟ أنت افتح يا أمير المؤمنين. هذه شعبة من كرم رب العالمين. حقيقة كثير من الناس ما يتحملون، هي يصير عنده فيوز، مو فيوز هذا. أصلا كل هذا جزء من كرم رب العالمين، جزء من كرم رب العالمين. بس الله تبارك وتعالى هو ما يصير إذا الله كل أعطاه هو، شنو يصير مقام أمير المؤمنين؟ بلا تشبيه، بلا تشبيه. واحد إذا يراجع فد مثلا هذول الشركات اللي تبيع تذاكر، إذا يشوفون عادة يعطون التذاكر أرخص، أرخص من الشركة الأم. خو إذا الأم أعطت التذكرة رخيصة، خو بعد من يروح على هاي الشركة؟ هذا فتشي كل عاقل يفهمه، إلا فد واحد أرأ ومن يضلل الله فما له من هذا. تشوفوا أكو ناس ما يقدرون، هذول مو أتباع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ما يفهم، ما يفهم هاي المعادلة. بس تحكي عن هذا الموضوع يقفل. خو بعد الله ما يريد يهدي، شو يسوي هسه؟ خلي كل الدنيا تنقلب، هذا مين يهتدي؟ وهكذا في الدين حقيقة فد شيء غريب، فالتعابير رهيبة رهيبة. كيف أن أمير المؤمنين أمثلة بالمئات. لاحظوا قارنوا الجزاء والثواب، الثواب ها مو العقاب. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما طور العقاب، ما زود العقاب أبدا. وأتممت عليكم نعمتي، التطوير حدث في الجانب الإيجابي، ما حدث في الجانب السلبي. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما أبدا ذرة ما زاد في العذاب، بل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نقص عن العذاب. هو الذي يشفع، هو الذي خفف، هو الذي بحبه الله تبارك وتعالى يعفو عن كل المعاصي والذنوب. حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، هذا حديث معتبر بإجماع العلماء. إذا فد واحد يجي ينكره ما يخالف، كثير من الأشياء قابل، حتى وحدانية رب العالمين يناقشون فيها ما في إشكال، حتى قدرة رب العالمين يناقشون فيها، حتى وجود الله يناقشون فيها. حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام صعد درجة الثواب، ما صعد درجة العقاب، بل شنو؟ باسمه، مو الإيمان به، لا، هاي كلمة هاي عربية بعد، هذه مو اللغة التركية، حب، مو الإيمان، هاي كلمة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. بل هذا البعض يقول أنه هذا راح يسبب أنه كل واحد راح يتجرأ وكذا، ما يخصنا إحنا، ما يدني إحنا شي خصنا نتدخل في دين الله، ما ندري الله شنو يسوي، شي خصنا. الله أعطى كلام، هسه هذا راح يصير تبرير والناس يعصون الله، هو الله اللي ولي أن يعفو أو ما يعفو، الله هو الولي في الحساب، إحنا شي خصنا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لا يفقه الرجل كل الفقه حتى لا ينزل العاصين المذنبين النار. الإنسان ما يصير عاقل، ما يصير آدمي، ما يصير فهيم إلا إذا كان عنده هيك قدرة. ما يجي يقول هذا الإنسان العاصي المذنب في النار، إيش دراك أنت؟ إحنا إيش درانا؟ إذا فد واحد استغل هذه الرواية وحياته كلها صارت معصية، ما ندري شو يسوي ويا الله. إحنا ندري الله شو يسوي ويا، ما ندري. هسه هاي شغلة زينة يوم زينة، ما يخصنا إحنا.
لا يفقه الرجل كل الفقه حتى لا ينزل العاصين المذنبين النار. احنا ما نقدر ننزل كل واحد نقول هذا في النار هذاك في النار في النار، شو يخصنا احنا؟ ايش درانا المذنب ها العاصي؟ فد مره فد واحد عدو من اعداء الله بلا شك في النار، احنا بنحكم ونلعنه. شوفوا بحث في الذنب، اذا فد واحد مؤمن متدين بس يعصي الله مذنب وكل عمره في المعصيه، احنا شو يخصنا احنا ايش درانا؟ خلي من راسه الى قدمه معصيه، شنو الاشكال؟ روايات كثيره اكو، يعني لا نستغرب هذه الامور. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ما طور العذاب، ما طور الجزاء السلبي، بل شنو الله تبارك وتعالى ببركته شنو مو خفف العذاب، مو يخفف العذاب، يمحو كل المعاصي بروايات متواترة أكثر من 100 رواية أكو في هذا المضمون، أن ولاية أمير المؤمنين، محبة أمير المؤمنين شنو هذه مصدر لشنو؟ للعفو المطلق لكل المعاصي، روايات مطلقة. بس شنو معانيها؟ كل واحد خليه يروح يشوف. قال تبارك وتعالى، شوفوا في موضوع العفو، الصفح، الحلم، حقيقة الإنسان يستلهم الدين من نهج البلاغة، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، عظيمة عظيم لا شك، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اغفر الله يغفر لك، عظيم جزاء عظيم، والله غفور رحيم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أي آيات ماكو، كل موضوع العفو، الصفح يعني الصفح يعني الإنسان يصفح بوجهه، شوف سيئة أصلا ما يدير بال إلها، هذا الصفح، هذا مفهوم آخر عن الحلم. شوف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شوف شنو يقول، شوف شلون طوره، يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: فوالذي برأ النسمة، برأ الحبة، عبارة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فلق الحبة، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أرضى مؤمن ربه بمثل الحلم. شوف التعبير، ما أرضى، تريد ترضي ربك؟ إرضاء الله شغلة صعبة حقيقة، إنسان شلون يرضي ولو هو سريع الرضا؟ بس أمير المؤمنين شوفوا يرفع، يقول أرفع درجة رضا لله تبارك وتعالى تكون في الحلم. يحلف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أرضى مؤمن ربه بمثل الحلم. شوف القرآن، شوف التعبير شلون، هذا الجزاء، الجزاء هذا الدين الله تبارك وتعالى قرره، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اجى صعد، هذا منح الله تبارك وتعالى هذه الخصوصية، صعد درجة الثواب إلى هذه الدرجة. الإنسان إذا فد موقف حصل على إهانة، فد موقف أذية، فد موقف هضم حق، وما دار بوجهه، غض طرفه، أصفح بوجهه، هذا يرضي رب العالمين أكبر درجة رضا بهذه الشغلة البسيطة. العبارة إن الله يحب المحسنين شنو؟ يعني هذه أشد درجات الحب الإلهي، معناته هذا، ما أرضى مؤمن ربه بمثل الحلم. حقيقة غريبة، الإنسان لما يجي إلى عبارات أمير المؤمنين، هذا جسم الدين، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام صعده، غير الدين، غير شنو؟ في مصلحة الناس، في مصلحة البشر، في مصلحة عباد الله تبارك وتعالى، مو فقط في مصلحة المؤمنين. حقيقة هذا شيء مقام عظيم لأمير المؤمنين. وهكذا كثير أكو أمثلة، ما أريد أستشهد، أنتوا روحوا لاحظوا، شوفوا المواضيع اللي تطرح، الآيات العديدة، بس الإنسان شوي لازم عنده فد قدرة على التقييم،
يحتاج إلى قدرة على التقييم. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كل شيء أقره الله تبارك وتعالى بإذن الله تعالى رفعه، هذا الدين والجزاء هم رفعه. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا واحدة من معاني إكمال الدين. دين كان كامل بلا شك، بس حدث تطور فيه، اللي هذا التطور بالنسبة إلى ذاك الدين لا يعتبر أصلا ذاك الدين كامل أصلا. شوفوا، جاء دينا كاملا، بس أراد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن يحمل الله تبارك وتعالى بإذن منه تعالى، يحمل ثوابا وجزاء وعطاء ولطفا وكرما أكثر مما قرره الله تبارك وتعالى. هذا خلاص، هذا معناته أتممت عليكم نعمتي. كانت نعمة، الله تبارك وتعالى قرر هذه النعمة، بس أمير المؤمنين إجا تممها. وشلون تممها؟ 1,000 مرة، 1,000,000 مرة، 1,000,000,000 مرة، والله لا يقاس، لا يقاس. بس يحتاج واحد شوية عنده قدرة أدبية حقيقية، حقيقة. شوف شنو قال أمير المؤمنين، نهج البلاغة من أوله إلى آخره، والله من أوله إلى آخره يصعق، والله يصعق. إنسان يقرأ بأدب يعلق، ما يدري شنو أصلا. هذه العظمة، هذا معناته إتمام النعمة، إتمام النعمة. ولنعلم أنه كم ظلموا أولئك الذين أقصوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هنا نعلم أنه السلام عليك يا أي أول مظلوم، يعني شنو أول مظلوم؟ مو أول في الزمان، قبل الأمير المؤمنين هواي أكو مظلومين، وليس حتى معناته مثلا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسلام أول مظلوم. أول يعني شنو؟ أول يعني شنو؟ أول يعني في الدرجة. أكبر مظلومية حصلت في التاريخ حصلت لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه هو هذا أمير المؤمنين إجا منح البشرية هذه الخدمة، مو منح المؤمنين والمسلمين، لا، الله تبارك وتعالى متفضل على عباده، على كل عباده. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إجا رفع هذا الفضل بإذن الله تبارك وتعالى، أعطى للبشرية، للإنسانية مقامها، رفع مقامها إلى أبعد الحدود. هذا أمير المؤمنين يستحق أنه يظلم هيك ظلم؟ هنا نعلم أول مظلوم يعني شنو حقيقة. هاي الكلمة إنسان الآن يفهمها، فد واحد اللي مصدر الرحمة المطلقة على البشرية يرى الظيم المطلق من قبل البشرية، حقيقة هذا مو غريب، من كل البشرية حتى من أوليائه من المعتقدين فيه. ظلمني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول القاصي والداني، حتى هاي عبارة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ظلمني حتى الحجر والمدر. شنو يعني هذا أمير المؤمنين؟ شنو يقول؟ هذه كنايات. شنو يقول؟ ما يقدر يبوح. يقول هذا اللي أقرب الناس إلي ظلمني، ما يقدر، شو يسوي هذا إنسان؟ بعد هذول إنسان أصحابه أصدقائه، شنو ما يقدر يحكي عليهم؟ شو يقول؟ يضطر يقول ظلمني حتى الحجر والمدر. هاي كنايات، حتى الحجر والمدر. أخو الحجر شلون يظلم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ حتى القريب ظلمه. لذا أول مظلوم منح البشرية، منح الحياة روحا، ولكن ماذا لقي من الحياة؟ ما لقي منه إلا الظلم والظيم، أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وماذا لقي العالم من إقصاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ لقي كل الشر والشرور، هذه نتيجة. بل كذبوا بالحق، الحق منه، الحق المطلق منه غير أمير المؤمنين، بمتواتر الروايات الحق هو علي صلوات الله عليه. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فشنو؟ فهم في أمر مريج. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إجا سوى مجتمع آدمي،
أعطاه الحرية، أعطاه الكرامة صلوات الله عليه حقيقة. وتعالوا الآن شوفوا الأنظمة في العالم كلها حقيقة، والله شيء غريب. واحد يتأمل أفضل الأنظمة الديمقراطية في العالم، تعالوا قيموها، والله العلي العظيم في هذا الشهر الفضيل كل الأنظمة تبني كل حياتها على الدجل والشعوذة والاحتيال والكذب والالتفاف والاستهانة بحقوق الناس والاستهانة بمقدرات الناس، استحقار الناس. شوف، وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام منح الإنسان الكرامة، حتى إذا واحد يكون يريد يسوي بدعة في هذا الشهر شهر رمضان، يريد يصلي صلاة التراويح، قال روح صلي، طاحظكم، ما قال لهم طاحظكم، ما قال لهم.